رجعنا لكم بعد الفاصل مشاهدينا، وراح نتعرف أكثر عن الاتحاد الوطني لطلبة الكويت في المملكة المتحدة، وأيضا مجموعة مستجد، والتفاصيل اللي ممكن فعلا يواجهونها وكيفية مساعدة الطلبة. نرحب أكيد بضيوفنا فهد الهيفي، رئيس الاتحاد الوطني لطلبة الكويت في المملكة المتحدة، حياك الله. الله يحييك. الله يسلمك. عبد العزيز ناشي، رئيس مجموعة مستجد التابعة للاتحاد الوطني لطلبة الكويت في المملكة المتحدة، حياك الله. الله يحييك. وأيضا نور الهزيم، رئيس مكتب الطالبات للاتحاد الوطني لطلبة الكويت في المملكة المتحدة، حياك الله. الله يحييك. حياكم الله، أكيد منورين، والتوقيت جدا سليم وصحيح، خصوصا الحين بعد ما تخرجوا طلبة من الثانوية، وهذه فرصة لهم اللي حاب انه هو يلتحق في الدراسة في بريطانيا والمملكة المتحدة، شو ممكن انه هو يتعرف على تفاصيل الغربة والدراسة في بريطانيا من خلالكم. في البداية فهد، عرفنا اكثر عن، او خلينا ناخذ نبذة عن الاتحاد الوطني في بريطانيا. اول شيء بسم الله الرحمن الرحيم، بداية نحب اشكر مجموعة الرأي الإعلامية اللي استضافتنا في هذا البرنامج، وعسانا نكون ضيوف خفيفين ان شاء الله عليكم، ولإتاحة الفرصة أمانة للطلبة لتوصيل صوتهم ومشاكل الطالب والطالبة في المملكة المتحدة، سواء من ناحية المعيشية او الدراسية. فلكم جزيل الشكر، الله يعطيكم العافية ومشكورين. نبذة عن الاتحاد. الاتحاد الوطني لطلبة الكويت في المملكة المتحدة هو من اعرق الاتحادات الطلابية، ف بداية كان الاتحاد عبارة عن رابطة من مجموعة من الطلبة والطالبات في المملكة المتحدة، وكان مجرد رابطة تأسس في عام 1950، ومن ثم اندرج تحت مظلة الاتحاد الوطني لطلبة الكويت في 1964، وساهم أمانة الاتحاد الوطني فرع المملكة المتحدة بصياغة دستور الاتحاد الذي يمشي عليه جميع الاتحادات حاليا. الاتحاد الوطني لطلبة الكويت هو الناقل لصوت الطالب والطالبة، سواء في مشاكل الطالب عند الجهات المختصة وجميع الجهات التي يواجه الطالب فيها مشاكل أو عقبات، سواء وزارة التعليم العالي أو وزارة التربية، المكتب الثقافي في لندن. فهو مجرد أو هو ناقل لمشاكل الطالب، وهو صوت الطالب، وهو الممثل الشرعي والوحيد لجميع الطلبة والطالبات في المملكة المتحدة. ممتاز. عبد العزيز، يمكن تعرفنا على دور الاتحاد او نبذه عنه، اذا بنتعرف اكثر اليوم عن مجموعه مستجد واللي تقوم فيه من دور مهم في اكيد في المملكه المتحده. اول شيء بسم الله الرحمن الرحيم. طبعا مجموعه مستجد هي مجموعه طلابيه تطوعيه تاسست في عام 2010، وهي تعمل تحت مظله الاتحاد الوطني لطلبه الكويت فرع المملكه المتحده، ويمكن واضح من اسمها انها مختصه في خدمه الطلبه المستجدين المقبلين على الدراسه في المملكه المتحده، وهي مختصة أنها تسهل على الطالب المستجد وعلى الطالب المستجدة خطوات التسجيل واستخراج القبولات وتسهيل مشوارهم الدراسي إلى أن يستقرون في المملكة المتحدة. نعم. نور، يمكن أنت بتكونين مختصة أكثر في الطالبات المستجدات، خصوصا أن بعض البنات أو بعض العوائل يكون عندهم خوف من قربة بنتهم ودراستها برا 4 أو 5 سنين تكون موجودة في المملكة المتحدة. إذا بنتكلم عن دوركم كجروب خاص للمستجدات والطالبات في الاتحاد الوطني، شو ممكن أن تفيدون البنت؟ بسم الله الرحمن الرحيم، أول شيء أشكركم على الاستضافة. بالنسبة حق مكتب الطالبات، إحنا للمستمرات والمستجدات، يعني ما يقتصر دورنا على المستجدات بس. فبالنسبة حق الطالبة، يعني أنا أدري أن البنات بشكل عام هم شيء دلع شوي فيهم، فيحبون أن يكون في إكسترا سكيور على 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 غربتهم، خصوصا أن أهلهم مثل ما أنت قلتي يخافون عليهم كبنت، شلون تسافر برا بروحها، انا بنتي اخاف عليها، وانا شخصيا امي كانت وايد خايفه علي، ف يعني مريت بهالمشكله نفسها. فدوري انا اني انا اول شيء بالكويت اعطي الامان للولي الامر اللي جايني خايف على بنته، وللبنت نفسها للطالبه، لان كشخص عاش 4 سنين تقريبا في بريطانيا، ممكن ان انا عندي خبره اكثر طبعاً. اني انا اعطيها اياهم، وبنفس الوقت اقول لهم اشياء صجيه صارت لنا كبنات، انا ولا البنات اللي معي، تخليهم شوي يحسون ان هي ترى يعني مثل ما يقولون حذفت عصا، صحيح. يعني مو بعيده وايد. فاهم شيء بالنسبه لنا احنا ان نخلي طالب يحس انه هو شويه يعني مرتاح من البعثه نفسها، وتالي ان شاء الله يعني نخلي اجراءات البعثه طبعا دائما تكون من اول ما يقبل الطالب في البعثه. نعم.
مو لين ما قلت لين يخلص اجراءات الفيزا، لا لين يتخرج من الجامعه في بريطانيا. نعم. يعني احنا معاهم من اول ما يبدون مشوارهم لين ينتهون من مشوارهم. حلو ممتاز، وهذا اكيد بالنهايه يفيد بالذات يمكن الطالبات واهلهم شوي يمكن الخوف عليهم يكون خلينا نقول اكبر. صح. فبالعكس هذا الشيء اكيد يوفر لهم جانب من الامن والامان في الخارج. صح. فهد اليوم بشكل جدا واضح كل اتحاد سواء كان على المستوى المحلي او على مستوى الدول اللي من خلالها يبتعثون الطلبه لهم بعض الانجازات والتحركات اللي واضحه وتنحسب لهم. خلينا نتعرف عن انجازاتكم اكثر والتحركات اللي انتم يعني اليوم التاريخ يسجلها. طبعا احنا عندنا مطالبات عديده، لكن كان كما نقول دائما يعني على راس الهرم اربع مطالبات رئيسيه، كانت لسته الجامعات وتحويل التخصص وبدل الكلينيكي وبدل الفيزا. اللهم لك الحمد، أمانة أول مرة نعلن، نحب نبارك لطلبة وطالبات المملكة المتحدة إصدار قائمة الجامعات الجديدة، وهذا أقل من واجبهم. مهما سوينا نتم مقصرين بحق طلبة وطالبات المملكة المتحدة. بخصوص بدل الفيزا، أمانة الدكتور حامد العازمي وكيل وزارة التعليم العالي وعدنا خير فيها، وبإذن الله أنها على طاولة التعليم العالي حاليا، وإن شاء الله أن بالطلعة المرة الجاية إن شاء الله نبارك للطلبة مثل ما باركنا على قائمة الجامعات. وبالنسبة لتحويل التخصص احنا لازلنا نتحرك على هذه القضية، والبدل الكلينيكي هم الدكتور حامد وعدنا خير إن شاء الله، وإن شاء الله أنه في طور الإنجاز. وبالنسبة للتأمين الصحي أمانة السنة اللي فاتت الطلبة ظلوا أربع شهور ممكن أو أكثر من أربع شهور التأمين وقف. هالسنة بفضل الله ما وقف التأمين بالتعاون مع أمانة ودي أني أشكر الدكتور جمال الحربي معالي وزير الصحة على تعاونه للطلبة، ولما أمانة من شرحت له الموضوع تقبلها بصدر رحب، وهم الدكتور فيصل الصفي رئيس المكتب الصحي في لندن قدرنا بالتعاون مع المكتب الصحي وشركة التأمين أن التأمين كان يوقف بتاريخ معين، فقدرنا أن نخلي يكون تمبرري أنه يكون يشتغل فترة مؤقتة إلى أن يجدد التأمين. فالحمد لله ظلوا الطلبة والتأمين شغال، ونبارك لهم أيضا بتجديد التأمين الصحي بدون توقف. اللهم لك يعطيكم ألف عافية لهذه التسهيلات اللي تقدمونها للطلبة المستمرين وحتى المستجدين. عبد العزيز، خلينا نتكلم تقريبا في كل سنة يكون عندكم دور جدا كبير من خلال تسهيل الإجراءات الخاصة بالمستجدين الطلبة المبتعثين للمملكة المتحدة. إذا بنتكلم هالسنة شنو قاعد تقدمون للطلبة المستجدين؟ طبعا في هذه السنة بدأنا مشوارنا في خدمة الطلبة المستجدين يمكن من قبل لا تطلع نتائج طلبة الثانوية العامة. فبدأنا من خلال زيارة الثانويات العامة في مختلف المناطق التعليمية، وبعد ما تم الإعلان عن نتائج طلبة الثانوية العامة. نعم. فتحنا مقرنا الكائن في برج السنابل مبنى التعليم العالي، واستقبلنا الطلبة الراغبين في الدراسة في المملكة المتحدة للتسجيل في خطة البعثات. نعم. طبعا بعد إعلان نتائج الطلبة المقولين في خطة البعثات الأصلية تواصلنا مع الطلبة وأقمنا لقاء تنويري خاص فيهم في أرض المعارض، اللي والله الحمد كان لقاء تنويري حاشد من الطلبة وولياء أمورهم بحضور رئيس المكتب الثقافي الكويتي في لندن الدكتور فوزان الفارس، وبمشاركة العديد من الجامعات والمعاهد البريطانية. نعم. وأقمنا أيضا لقاء تنويري آخر لطلبة بعثات الشواغر، أقمناه في رابطة ضاهية التدريس، وكان والله الحمد في حضور من الطلبة وولياء أمورهم، أيضا بمشاركة العديد من الجهات الرسمية كالتعليم العالي وكال بريتش كونسل. وأيضا أقمنا دورة آيلز يمكن الأسبوع اللي طاف، دورتين آيلز كان الإقبال عليها ممتاز. فهذا يمكن مشوارنا، يعني نبذة بسيطة عن مشوارنا اللي قمنا فيه بالصيف. ممتاز، وحلو للأمانة التعاون اللي قاعد نسمع سواء من فهد أو عبد العزيز، أكيد بأن في تعاون من المسؤولين، وبالنهاية أنتم كطلبة محتاجين لهذا خلينا نقول التعاون لتحقيق إنجاز معين يساهم في تطوير عملية الدراسة في الخارج. أمانة أنا ودي بعد أقول شغلة، حتى الأمور اللي ذكرناها هذه ما تأتي من الاتحاد بروحه أمانة إلا بتعاون المسؤولين والجهات المختصة. فنحب حتى نشكر جميع العاملين والموظفين في وزارة التعليم العالي ممثلة بمعالي وزير التربية والتعليم العالي الدكتور محمد الفارس والدكتور حامد العازمي وكيل الوزارة، وأيضا الدور البارز الذي يقدمه الدكتور فوزان الفارس في
المكتب الثقافي في لندن، فنشكرهم جزيل الشكر. فهذا ما يأتي إلا بتعاون الاتحاد والجهات المختصة. عساكم القوة، الله يعطيهم العافية وما يقصرون. نور، إذا بنتكلم شوي عن سكن الطالبات، وأكيد هذا السؤال جدا مهم خاصة عند البنات، إن اليوم وين نسكن أفضل سكن لنقول الطالبات في بريطانيا؟ طبعا في بريطانيا في ثلاث أوبشنات، ثلاث خيارات ممكن الطالب يختارها، اللي هي أيضر إنه يروح سكن طلبة، أو يروح سكن عائلة إذا كان باللغة، أو يروح سكن خاص. فالبنات دائما يسألوني نور وين نروح، فأنا جوابي لهم دائما واحد، إن أنتي شو تبين. أنتي تبين تقعدين مع عائلة تعلمتش على أسس المنطقة، على الأماكن اللي المعروفة في المنطقة نفسها، وبعدين تروحين سكن خاص، أو أنت تبين تروحين سكن خاص وخلاص تكونين بروحك. لأن في بنات يقولون لي أنا أهلي يقولي أو أهلي بيقعدون معاي، فسكن خاص أقول لها إن هذا الخيار الوحيد اللي زين لك أنت، إذا أهلك بيون يعني بين فترة وفترة، أو إذا يعني أهلك قاعدين معاك في المدينة نفسها. والخيار الثالث اللي هو سكن طلبة، هو حق يعني ما أنصح فيه وايد، لأن في بنات مثلا اهلهم يخافون عليهم وايد، وسكن طلبة يعني most of the time او في اغلب المدن يكون مختلط، انه يكون شباب وبنات، بس انه ما يمنع ان هي تروح هناك تقعد في شهر شهرين ثلاثة، اذا كانت لغتها مو زينة يعني تحسن من اللغة، وتالي تروح سكن خاص. فعندها ثلاث خيارات، هي تشوف هي وين حابة تروح او شنو الافضل لها، يعني وين راحتها وين وتختار. واحنا طبعا راح نساعدها سواء تبي سكن طلبة ولا سكن عائلة ولا سكن خاص، احنا نساعدها ان هي تشوف المكان اللي يناسبها واللي ترتاح فيه. طبعا اكيد هذه التسهيلات والخدمات اللي قاعد تقدمونها للطلبة المبتعثين المستمرين او حتى المستجدين قاعد تفيدهم وايد، خصوصا في ظل اللي نشوفه في السوشيال ميديا لبعض عمليات اللي استهداف لمثلا الطلبة او حتى العرب اللي موجودين هناك. فهذا اكيد في حالات شاذة ممكن تكون موجودة في المجتمع، بس هذا ما يمنعنا احنا قاعد نشوف حالات حية موجودة مبتعثة وقاعد تدرس في بريطانيا، وانتو قريب تتخرجون قاعد تتكلمون عن الأمن والمناطق اللي ممكن يسكن فيها الطالب بأمن. يمكن فهد قبل شوي لما تكلمت عن نبذة الاتحاد، الاتحاد موجود من سنين جدا طويلة، بما أن احنا موجودين في هذه الأيام وذكرى الغزو، الله لا يرد هذه الأيام إن شاء الله، بنتكلم عن دور الاتحاد الوطني في بريطانيا في فترة الغزو. الاتحاد الوطني لطلبة الكويت فرع المملكة المتحدة، أمانة أخواننا اللي سبقونا بالهيئات الإدارية السابقة شرفونا بأمور عديدة، ومن أهم الشرف اللي يحمله الاتحاد الوطني لطلبة الكويت هو فترة الغزو، الله لا يرده، وإحنا اليوم بستة ثمانية يعني ما بقى ما طاف منا شيء ذكرى الغزو. الاتحاد الوطني لطلبة الكويت فرع المملكة المتحدة أسس حملة فري كويت، اللي هي يعني حتى مشهور اللوجو مالها فري كويت وعلم الكويت. هذه الحملة انطلقت من لندن من قبل الاتحاد الوطني لطلبة الكويت فرع المملكة المتحدة، وكان رئيس الحملة هو رئيس الاتحاد، وقادة المظاهرات لتوصيل صوت الشعب الكويتي والظلم الذي يعانيه الشعب الكويتي آنذاك لجميع دول العالم من العاصمة لندن، وقادة المظاهرات بما يقارب 20,000 كويتي وكويتية في لندن من علاج من سياحة. فهذا أمانة شيء نفتخر فيه، وكان بيت الاتحاد عندنا احنا مقر 41 بورشستر تيرس في لندن، كان مقر الاتحاد هو أصبح بيت الكويتيين في لندن، وزارنا صاحب السمو الشيخ الأمير الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح، كان وزير الخارجية آنذاك، وزارنا في البيت وشرفنا في هذا الشيء أمانة. وهذا إنما يدل على حرص هذا الاتحاد وحرص طبعاً الطلبة على الكويت، وهذا واجبنا طبعا. طبعا أكيد يعطيكم ألف عافية وموفقين إن شاء الله من خلال هذا، ما بيسمي أنا اتحاد ومكتب، أنتوا بالنهاية طلبة موجودين في بريطانيا قاعد تحاولون أنتوا تساهمون في تسهيل إجراءات لطلبة المبتعثين. يعطيكم ألف عافية على هذا المجهود فهد الهيفي وعبد العزيز الناشي، وأيضا نور الهزيم أعضاء الاتحاد الوطني لطلبة الكويت في فرع المملكة المتحدة، يعطيكم ألف عافية. الله يعافيك، أكيد إن شاء الله نشوفكم بإنجازات قادمة بإذن الله. مشاهدينا مستمرين معاكم، لكن نطلع هذا الفاصل وراجعين.